شنو اخبارك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. شلون وضعك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. تشتغل في المصدر؟ اي والله. الله يكون بالعون. بدو يقربك. جارع لكم يا هاي المهنه يا اخوان. والله شو اسوي؟ انا بكالوريوس اداره اقتصاد قسم الدار العام. لا 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 لا. اي بالله. بكالوريوس؟ اي والله. اداره اقتصاد قسم الدار العام جامعه بغداد. صار لي 11 سنة من المتخرج. تعرف انت هسه الدولة مالتك وحتى لو تريد تتعين كلها بالواسطات. دور شدة وشدتين وثلاثة وأربعة. أنا أجيب الماستر أقوت يومي. نشتغل ناكل ما نشتغل نحمد الله ونشكر. شهادة بكالوريوس. بكالوريوس كفي لك الله يكون نواب ما عندهم هاي الشهادة. إي بالله إي بالله إي بالله. هو تلقى مدير عام ما يعرف يكتب. الحمد لله. شنو اسمك؟ أنا اسمي عامر. عامر عودة فرج. يعني مقدم على الرعاية على العاطلين. والله قدمت على الرعاية جاني الباحث بس لحد ما جاء ما طالع اسمي. ما طالع اسمي. اي والله تقريبا صار لنا اسبوع من جاني الباحث. اي والله جاي رسالة بس لحد ما جاي. نحمد الله وشكرا. عامر تفضل. زاد فضلك. الله يسلمك. ويا الاخوان. ماشي. اكتب لي اسم حضرتك. ماشي. واسم الوالدة الثلاثي. ماشي. ورقم تليفونك. الدلل. واكتب لي عامر خريج بكالوريوس. الدلل. ماشي. ماشي. خريج بكالوريوس. خريج بكالوريوس. تحديدا. إدارة اقتصاد قسم إدارة عامة كفيلة لك الحسين بكل دوائر الدولة تعين بكل دوائر الدولة تعين. شنو تخصصك العفو؟ إدارة عامة. إدارة عامة. هي علاقات عامة. علاقات وكل دولة وكل وزارة ها تحتاج علاقات عامة ها وكل وزارة تحتاج علاقات عامة. اكتب لي ناس اسمك عامر. ماشي. الله يبارك فيك.